وبذات السياق احتفلت كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بقداس إلهي بمناسبة عيد سيدة الوردية المقدسة. ترأس القداس كاهن الرعية الأب فراس عريضة بمساعدة عدد من الشضايقة وخدام الهيكل ومشاركة عدد من الأخوات الراهبات وطلاب وطالبات مدرسة راهبات الوردية وجمع غفير من المؤمنين. إلى التفاصيل. احتفلت الرهبات الوردية بعيدها المقدس بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتيني في إربد. ترأس القداس كاهن الرعية الأبونا في راس عريضة بمساعدة الشدايقة خدام الهيكل، وكان في حضور كثير كبير من الكل. وبصراحة كان الترتيب والتنسيق داخل الكنيسة كثير حلو، وكله من جهود معلمات الرهبات الوردية. وأبطال الوردية كانوا حاضرين بالقداس، منهم اللي رتل، اللي عزف على الكمانجا، البيانو أو القراءات والتقادم كمان. كرزة الأبونا كانت بتركز على ظهورات العذراء وحثها على صلاة المسبح الوردية وقوتها ضد الحرب الروحية والسعي وراء حياة مسيحية مثمرة. صلاة الرهبات وتجديد نذورهم والوعد كان حاضر بالقداس وقدام القربان المقدس من رهبات المدرسة الوردية ورهبات المستشفى اللي شاركوا بالقداس الاحتفالي. نذرنا نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية اللي هي تأسست منذ عام 1949. احتفلت المدرسة أيضا باليوبيل الماسي بخدمتها في منطقة إربد لمدة 75 سنة على تأسيسها. وإحنا رسالتنا اليوم هي رسالة تعليم ورسالة أيضا تمريض في مستشفيات. رسالتنا التعليمية اللي هي تخريج أجيال مؤمنة ومثقفة، ونتمنى إنه ربنا يكافئ هذول الأجيال إنهم يكونوا من أحسن وأفضل الشبان والشابات في هاي المنطقة وفي العالم أيضا. وبعد ما خلص القداس الإلهي التقت الرهبات والأبونا بالمصلين ليتبادلوا التهنئة بعيد الوردية. من إربد لقناة نور سات، نيفين حداد.